تتابعون الآن برنامج صحة وسعادة. للمشاركة في البرنامج يرجى الاتصال على الرقم 600-551414 أو عبر الرسائل النصية القصيرة SMS 4006. صحة وسعادة. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعزائي المستمعين، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير، وأهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم صحة وسعادة. صحة وسعادة برنامج تقدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. في هذا البرنامج شو نسوي؟ بتخبركم عن التفاصيل هذه لأن ما أبغيها تعيد نفس الكلام اللي أنا أقوله دائما. دكتورة نهدى البلة، صبحت الله بالخير دكتورة. بس قبل خلينا نرحب بطاقم البرنامج. معنا في التنسيق ميرا الخفلي، ما شاء الله وايد ميرا الخفلي طلعوا في الاستوديو زين. وعندنا في الإخراج ناصر السليمي. ها دكتورة، صباح الورد وصباح الجمال، صباح الأربعاء اللي ماشي يتبعه غدا إن شاء الله يوم الخميس الونيس آخر يوم إن شاء الله في الأسبوع. أدري الكل يترقبه وأنا أترقبه من يوم الأحد. أذكركم بأرقام التواصل معنا على 600-551414 ورسائل النصية على 4006، وموجودين لايف على نور دبي على الإنستغرام. طبعا هذا برنامجكم، عندنا اليوم زهرات جميلات في الاستوديو. خلينا نتعرف عليكم أول شيء، أنتوا من وين وشو أساميكم؟ يلا على المايك، قربوا من المايك وخبرونا يلا. أولا السلام عليكم، نحن طالبات مدرسة الرايع. ما شاء الله. أنا غالية وواي روضة ارفعي المايك فوق عادي. أنا درست مدرسة الرايع، ترى أنا من خريجات مدرسة الرايع بنات، ما بقول سنة كم، من زمان شوية بس خريج المدرسة. مواليدي مستشفى أنتي ولا في البيت؟ لا مستشفى دبي محمود، شيء في البيت. وين شيء مستشفى دبي على ايامك دكتور؟ شوف يعني مو بجديم انا، شوف اوكي لا تصدقونه مو مستشفى دبي. انزين خبرونا عن شو اللي تسوونه هني اليوم، ليش جايين الاذاعه؟ نحن مسوين في مدرستنا ان وايد اشياء، فنحن من مجال الصحافه والاعلام. ممتاز. جايين عشان نعرف نشوف يعني مؤسسه دبي للاعلام كيف، ونتعلم عن الاعلام اكثر واكثر. ويانا واستقبلنا الاستاذ يعقوب ممتاز، شكر له، وإن شاء الله نتعلم أشياء زيادة. نحن بعدنا تونا جايين وتونا دشينا هنا. جميل. شوفي أنا يعني دائما هنالك في رهبة حق المايك، لكن ما شاء الله عليكم متحدثات وتتكلمون ومو بخايفين من الميكروفون، هذا يدل على أن أنتوا عندكم شخصية قوية وإن شاء الله يكون لكم مستقبل كبير. حين أسألكم عن أشياء، بعض الأشياء الصحية اللي المفروض تسوونها، ما أدري دكتورة شو المفروض يسوونه هم، ولا شو بتسألينهم؟ تبغين تعرفين ثقافتهم الصحية كيف؟ طبعا احنا دائما همنا في طلاب المدارس ممارسه النشاط الرياضي، طبعا خصوصا البنات. شو من خبرتكم، شو معرفتكم بالنشاط الرياضي؟ كم تمارسون رياضه خلال اليوم؟ ما يلعبوا رياضه يعني يوم نتفيج نسوي هالشيء غلط، انه ما يكون شيء دوم نسوي، فهو لازم انه يكون عندنا نظام كجدول. صحيح. انه نسوي انه على الاقل نص ساعه في اليوم اذا كبدايه. ممتاز. وعقب انه تكون ساعه، وكل مره يزيد فجسمنا بيتعود على هالشيء. تاكلون فاست فود؟ اكيد طبعا. لا برنامجنا نحن نأذن من سنتين الحين عن مضار الفاست فود ومضار المشروبات الغازية وغيرها، لكن نبغيكم تغيرون هذا الكونسبت عندكم. نحن وايد مهتمين فيكم، الدولة تستثمر فيكم وتستثمر في صحتكم، نبغيكم تنتبهون حق صحتكم. صح ولا بنات برا؟ شردوا كلهم زي صح ولا اشرولي قولوا صح. ايه صح يقولون صح. انزين انتي غالية وانتي روضة انزين شو تبون تنصحون الجمهور
ويعني البنات اللي في عماركم شو تبون تقولوا لهم؟ أنا صحة؟ إيه. يعني هو صح إن الفاست فود مو زين يعني، بس أنصح منه يعني ما يأكلوا منه وايد، بما إنه يعني كل حد يأكل يعني على يعني شوي يقللوا منه. يكون هذا كبداية لما يخلونه خلاص وإنه يبدون في الأكل الصحي. زين. لأن الناس ما تعودوا على الفاست فود يعني عادي إنه يكون هذا أكلهم اليومي. طيب أنا بطلب منكم شغلة، نحن عندنا قناة تلفزيونية أونلاين اسمها DHA ميديا، نزلوها على الأب ستور DHA ميديا، فيها وايد برامج وايد مواضيع ممكن أن تستفيدون منها، وأيضا في عندنا قنوات على وسائل التواصل الاجتماعي، بما أنكم أكيد عندكم إنستغرام وتويتر وسناب شات وغيره، فبتخبركم أكثر أسماء الجناح معانا عبر الهاتف. اسمه صبحت الله بالخير، وعندنا هني بعض الطلبة المجتهدات موجودين في الاستوديو، حد داخل حد برا، فشو تبغين تقولي لهم يا اسمه؟ أنا من فتحت حطوني على الخط وأنا اسمع فاست فود. سمعت أمشي فاست فود. أعطينا تندمون عقب. تندمون. نصيحة من أسماء من مسألة الوزن ما ينزل، ترى صعب صعب تنزلون الوزن. من مجرب يعني أنا ما كنت أكل فاست فود يعني مع نمتينة، لكن معاناة الواحد لما يضعف على فكرة. أنت مو متينة، ضعفتي الحين. هي ما شاء الله. كنت متينة. كانت مربربة والحين الحمد لله مشت على طريق الصواب ونزل وزنها. فل فلوب دكتورة، فل فلوب. بالضبط. من نتكلم شو عن الأشياء اللي كانت موجودة وفي الفترة الأخيرة أو يوم أمس بعد إطلاق دبي الجينوم في القمة الحكومية ضمن المبادرات 26 لدبي 10X، تم نشر الكثير من المعلومات عن هذا المشروع، وانه راح يساعد في التنبؤ بالكثير من الامراض، وممكن ايضا نحد منها من امراض سرطانيه، امراض مزمنه، امراض وراثيه. فكل المعلومات راح يحصلونها في حسابنا على تويتر والانستغرام، حاطينها كامل. غير هذا الحين ندعو الجميع، لان في مسيره يوم الجمعه مجتمعيه اسمها مسيره من اجل التعليم. ايضا هاي من الاشياء نحن يعني حطيناها في قنواتنا، فبتكون يوم الجمعه ان شاء الله يحصلون البوست كامل مع المعلومات عبر حسابنا على تويتر والفيسبوك. ممتاز. ممتاز يا اسماء. شو رسالتك اليوم؟ في شيئين. اول شيء عندنا اليوم لقاء مع دكتوره منى تهلك في قيادات في خدمتكم، فاي حد عنده يبغى يفضفض يبغى يقترح اللي تبغونه، راح نكون على الفيسبوك وانستغرام لايف من الساعة 10 لين الساعة 11 لين الساعة 12 ان شاء الله تعالى. ان شاء الله. ورسالتنا اليوم قبل الرسالة ذكرينا بالقنوات عشان البنات يسألون شو بنكون على الانستغرام وتويتر والفيسبوك DHA_Dubai DHA_Dubai. رسالتك؟ رسالتنا تقول النجاح يأتي لمن لديهم عزيمة قوية قادرة على تحدي العقبات. إن أردت أن تصل وتحقق النجاحات فعليك أن تكون ذو عزيمة قوية. ودمتم بصحة وسعادة. شكرا لك يا أسماء. شكرا جزيلا. إذا أنا بضيف حق رسالة أسماء بعد، ترى الوجبات السريعة يا جماعة الخير تؤدي إلى السمنة، إلى السرطانات لا سمح الله، يعني السكري بعد. والسكري وغيره من الأمراض الكثيرة. دائما الأولين شو كانوا يقولون؟ المعدة بيت الداء. بيت الداء. إنزين شو يعني المعدة بيت الداء؟ يعني أغلب الأمراض من المعدة. إيه من اللي تحطه في بطنك، اللي تأكله إنزين هو يعطيك، يا أنه يعطيك الصحة زينة يا يعطيك الأمراض لا سمح الله. فنحن ما نبغيكم يعني تمرضون، نبغيكم دائما بصحة، نبغيكم دائما تهتمون بالرياضة بالأكل، أيضا شوية بعدوا عن الإلكترونيات قد ما تقدرون، لأن أكيد إيديكم بتعوركم. ما تقدرون صعب صح؟ يعني قللوا، نقلل منها، نقلل صح ولا؟ ان شاء الله. انزين شو تبغون تستوون يوم تكبرون؟ اعلاميه محامية. يا سلام ما شاء الله. برع في اي اقتراحات؟ شيء حد يبغى يستوي دكتور؟ انت دكتوره؟ انزين وانت بعد اثنين ثلاثه ما شاء الله. يلا عندكم دكتوره ندى جمعت كل شيء، اعلاميه ودكتوره ونقول طباخه كل شيء كل شيء ويا بعض.
عموما نحن وايد مستانسين فيكم. تأخرنا على الفاصل، ما نطلع فاصل إن شاء الله وما نرجع حق برنامجنا طبيعي بشكل عام، ويعطيكم ألف عافية والله يوفقكم إن شاء الله. أمين. كانت يعني هني غالية، غالية بنت منو؟ بنت الشيخ. غالية الشيخ. وانتي؟ روضة عصام. روضة عصام، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يا رب نشوفكم يعني إعلامية كبيرة إن شاء الله، وأنت محامية كبيرة إن شاء الله، وزراء ليش لا إن شاء الله. يعني ترى عدد الرجال ينقصون الحين في الحكومة، ينقصون عدد الرجال ما عدا في الاستوديو جايين يزيدوا واتمنى وعدي. أنت بروحت أنت عن عشرة عشرة جدعة. هنا جدعة جدعة. عموما فاصل وراجعين. صحة وسعادة. سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعينا الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي تقدم لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. إذا قبل الفاصل كانوا عندنا مجموعة من الطالبات يعني، وكانوا يتحدثون عن تجربتهم وامنياتهم اللي نحن ان شاء الله نتمنى ان تتحقق، وان شاء الله ان يكونون ان شاء الله ثمرة لهذا الاستثمار اللي تستثمره دولتنا العزيزة في الانسان. يقول صباح الخير، انصحوا كل البنيات من الرجيم القاسي. لا نحن ما نقول رجيم قاسي، نحن نبغيهم يلعبون رياضة يتحركون، هذا اللي نبغيه. طيب عندنا مداخلة دكتورة ابو حمد. صباح الورد. صباح النور دكتورة الأخ محمود. حياك الله أبو حمد، تفضل يا سيدي. عندك في ثلاث محاور بس ما أطبقات وأطول عليكم. فضل. القضية الأولى يعني أطفالنا من خلال الأطفال الله يحفظهم، قضية ما علم يعني أكثرهم بعض الأشياء اللي فيها مضرة، فما عندهم يعني عندهم معرفة فيها، مثل الكاتشب، المايونيز، الوجبات السريعة، النوتيلا، يعني المجموعة هذه لو مثلا هيئة الصحة مو مقصرين وزارة الصحة بروشورات للمدارس بهذه الأشياء اللي يكثرون منها الأطفال ومضارها بطريقة سهلة على فهمهم هم. نعم. وبالإضافة ممكن يكون هذا البروشور في بعض التمارين اللي هم أو فائدة الرياضة، بحيث إنه يعني يكون عندما لو سألت الأطفال الموجودين شو مضار الكاتشب الحين أو المايونيز أو النوتيلا، معرفتهم قد تكون معدومة، لكن لما توصل لهم طريقة بسيطة عن طريق المدرسة عن طريق مثلا الإعلام، بحيث ان الطفل ينتبه ان هذا تحت خط احمر. صح. واليوم عشان انه ما يدخل في متاهات البدانه ولا امراض السكر والضغط وهذه الامور كلها، عنده وعي بطريقه وصلت له بسيطه من جهه اختصاص ياخذ حذره من الاكثر من هذه الاشياء او حتى ايقافها. هذا النقطه الثانيه. نعم. قضيه المستحضرات اللي هم تباع في مثلا المولات او مثلا من الدراجون او غيره كمستحضرات طبيه او مكملات غذائيه. نعم. وتوجد ما موجود عليها لا بالعربي ولا يوجد عليها تصريح وزاره الصحه. بلغ عليهم مباشره ابو حمد. عادل عندك شو اسمه تبليغ، وفي جهات قانونيه وفي جهات يعني التابع. موجوده في كل الاحوال، الاعشاب موجوده. صح. وهي تعتبر يعني لتساقط الشعر، للكحه، مش عارف ايش. صح. لكن اليوم انا اقول ايجاد قانون هنا يعني توجد هناك موافقه توضع على العلبه نفسها ان هذا الشيء مراقب وما في مضار. القانون يعني موجود محمد، رايح وبتشتري محمد هذه المستحضرات. هذا اللي يسوونه محمد، اسمعني في هاي النقطه بس بقاطعك بارك الله فيك. هذا التشريع موجود وانا اقول لك هذه المخالفين انزين. طيب. وبلغ عليهم اي حد بتشوفه يسوي هذا الشيء زين. نعم. بلغ عليه وبيتم مخالفته. لازم تبلغ عليه. نعم. لا لازم موجود. انت شوف اي روح اي محل اعشاب هم في تفتيش يصير عليهم وفي اشياء، لكن بعد نحن شو نقول ساعات يعني نتعاون مع الجهات المختصه. طبعا هذا الموضوع مش من اختصاص هيئه الصحه، لكن انا اقول لك ان التشريع موجود زين. اللي انا اقوله ان اي مستحضر ياخذ صفة مكمل غذائي او دواء يوجد عليه موافقة وزارة الصحة. اني انا لما اشتري انت روح، انا بعطيك مثال، روح دراجون اليوم
روح محلات بيع الأعشاب، أدوية كثيرة وزيوت وغيرها موجودة، لا عندها موافقة من وزارة الصحة ولا عندها موافقة من البلديات، وموجودة على الأرصف. زين واضح. أنا ما ببالغ، لكن أنت ممكن يعني تطلع بنفسك. هذه واضحة. هذه النقطة يعني. النقطة الأخيرة. اليوم الحمد لله دولتنا يعني من تقدم للتقدم. هذه الأشياء أنت ما تعرف مظهرها إيش. صحيح. وموجودة وتباع لأي شخص وموجودة ومعروضة يعني على الأرفف. زين ابو حمد، النقطة الثالثة عشان بس الوقت وعليك أمر. اسمحوا لنا طولنا عليكم دكتورة. لا فعليك تفضل. نعم. النقطة الثالثة قضية اليوم دكتورة يعني اليوم يعني خلع الأسنان عيادات بخمسين وعيادات فوق الخمسمية. نعم. طيب من هيئة الصحة أنا أتمنى أنها تضع الشيء المعقول. يعني القاب هذا الكبير في خاصة في بعض العيادات التجميل وعيادات الأسنان، أنا أتمنى أن يكون هناك في تقنين بالنسبة لهذا. يعني ما نقول يعني أقل من التكلفة، لكن يكون شيء معقول يعني. واضح. يعني خلع السن يوصل 800 وألف و... طيب أبو حمد تسمع الإجابة. جزاك الله خير. اسمعنا لا تروح بعيد. الإكثار عن يعني بعض الأمور اللي فيها مضرة بالنسبة للكاتشب والمايونيز يسمون كاردمنتس أو الأشياء التي مصاحبة للوجبات. أنا أعتقد في عندنا إدارة مختصة بالصحة المدرسية. نعم. وأيضا أنا وجهة نظري إذا الطفل أصلا لما يشوف أولياء أموره يعني يمارسون بعض الأمور غير الصحية أكيد بيمشي معاهم. فهي عملية التوعية يجب أن تتم على 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 مدار محمود. في هذه يحطون كاتشب حتى على العيش في البيت، تقول لك الأم ما تأكل من غير كاتشب. قننوا استخدامه في المنزل أو امنعوه. موضوع المستحضرات اللي تباع في المولات وغير مرخصة أو هذا، أتمنى من أي حد يسمعنا زين أو يتابعنا أن يبلغ عليهم في جهات مختصة. ممكن هذا الأسنان وتفاوت الأسعار دكتورة الآن. أنا هني أبو حمد بقول لك شغلة. هني أنت تتحدث عن يعني في عيادات ممكن إذا صنفت إن صح التعبير نجمة نجمتين ثلاثة. نعم. أربعة خمسة حد يقدم لك خدمات يعني وايد عالية إذا 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 هو عنده الخدمة. أنت من تدخل يستلم يعطونك أحيانا يجيبك من المطار بسيارة. نعم. ويوديك ويجيبك. هذه مسائل عرض وطلب وهذا يعني دكتور مستثمر في نفسه وعنده اسم قوي وغيره. يعني هذه مسائل مثلها مثل غيرها. يعني أنت تقيمها بهذا الشكل. فإدارة التنظيم الصحي يعني جزاهم الله خير هم بدأوا في هذه العملية وهذه تدخل ضمن فئات الخدمات اللي تقدمها. فإذا أنت عندك مثل هذه الأمور هو يحط لك بعض الشغلات فبطبيعة الحال بتتفاوت الأسعار دكتورة. أكيد. وأنت في هذا المجال وأنت تعرفين أكثر مني. بالضبط. حتى سعر الاستشارة ممكن يختلف من مكان إلى آخر. هذا على حسب الدكتور. بالضبط. حتى يعني الدكتور حتى عليه طلب الدكتور. عليه طلب مال شو اسمه وها موجود في كل مكان محمود. حتى خبرة الطبيب يعني إذا استشاري غير عن أخصائي غير عن أخصائي. ايه. أول خبرة تلعب ترى دور كبير بعد. لأن في النهاية هي مسألة عالمية يعني. صحيح. لكن إن شاء الله يعني الذكي هو اللي يعرف كيف يتصرف وين الدكتور السليم. بالضبط. لياخذ منه هذا. ونحن ننصحكم دائما ب يعني مراكز الصحية مراكز الرعاية الصحية الأولية ما شاء الله خدماته مميزة. طيب الحين أنا سامحني دكتور محمد الكيلاني محمد ماجد الكيلاني استشاري الأعصاب وأخصائي الصرع بقسم أمراض الأعصاب مستشفى راشد. صبحك الله بالخير دكتور. سامحني طولت عليك في البرنامج لأن نحن برنامج للجمهور دكتور فنعطيهم أكبر قدر من المشاركة. فبناخذ معاك دكتور في أهم الخدمات اللي توفرونها في مستشفى راشد عن مرض الصرع وأيضا التوعية اللي تقومون بها بخصوص هذا المرض دكتور. نعم. سيدي ابتداءً صبحكم الله بالخير. بالنسبة لمستشفى راشد أعرف يعني أكبر مستشفى في دبي يعني متميز مستشفى راشد إنه في عنا قسم خاص في طب الأعصاب من ضمنها عيادة خاصة في مرض الصرع. مرض الصرع عادة يعني خلينا نقول إذا نبدأ التشخيص الحالات الجديدة أول في أغلب الأحيان عادة المريض أول ما ينشاف القسم الطوارئ لأنه تعرف لما تصير النوبة أول نوبة تشمل كبيرة عند المريض الأهل طبعا بينادوا الإسعاف أول ما يروح لمستشفى الطوارئ. عادة هم بينادوا أطباء الأعصاب يسووا تقييم الحالة بشأن يتم الإسعاف الأول الإجراءات الأولية كيف نوقف النوبة هذه.
الآن تشخيص الصرع مش كل إنسان بصير عنده نوبة تشنج من شخص الصرع، لأنه أحيانا التشنجات قد يكون لها أسباب أخرى عند الشخص الطبيعي، يعني قد يكون مثلا نقص عليه نوم أيام معينة، تلاقي طالب مثلا لربما مش نايم صار له 3-4 أيام، فالدماغ يتحفز إلى درجة بحيث ما تحمل وبعدين صار عنده نوبة تشنج. صحيح. تعريف مرض الصرع نقدر نعرفه لما المريض يصير يتكرر عنده مثلا يكون عنده أكثر من نوبة وغير مشروحة، يعني ما في سبب واضح طول سواء. هون الآن بيصير بعدين التقييم، سواء ندخلنا المستشفى أو إذا شفنا إنه حالته مستقرة ممكن نروح على البيت، بصير بعدين بنعطى موعد بعيادة الصرع، بقعد مع الطبيب المختص. الحمد لله إحنا هنا يعني أنا مختص في مرض الصرع، مرض الدكاترة اختصاصي في طب الأعصاب. نأخذ تاريخ مرضي وافي، نسأل عن تاريخ المرضي للأسرة، أي تاريخ قديم مثلا ضربة للدماغ أو التهاب سحايا، يعني أسباب كثيرة اللي ممكن تؤدي إلى مرض الصرع. بالضبط دكتور، خلنا نتكلم عن يعني الأعراض الخاصة بمرض الصرع، شو هي الأعراض وشو هي الأسباب اللي تؤدي لهذا الموضوع، يعني من هم الفئة المعرضة لهذا المرض؟ نعم، الفئة المعرضة بشكل عام جميع الفئات العمرية للجنسين معرضين للمرض. جميع الفئات. ولكن نسبة حدوثه عادة أكثر في خلال السنوات الأولى من الحياة والسنوات الأخيرة على كبر السن. والأسباب طبعا تختلف. يعني مثلا في بداية العمر خلينا نقول خلال أول 10 سنوات أو 12 سنة. قد تلعب العوامل الوراثية أحيانا يكون عامل، مرات مثلا أي مشاكل خلال الحمل أو مشاكل مثلا ولادة معسرة قد تؤدي إلى أذية للدماغ نتيجة مثلا نقص الأكسجين، قد تؤدي إلى الصرع فيما بعد، إصابات الرأس تعرف مثلا الأطفال، الرياضة وسياقة البايسيكلات والأمور هذه كلها، أي ضربة على الرأس ممكن تؤدي إلى نشوف صرع فيما بعد. بالنسبة لكبار السن برضو طبعا خلال سنوات العمر برضو، يعني خلينا نقول الناس المتوسط العمر مثل العشرينات والأربعينات برضو معرضين، أي حادث سيارة أو الالتهابات، ضربة للرأس نفس الشيء. كبار في السن معرضين للجلطات الدماغية، معرضين لأمراض ضمور قشرة الدماغ مثل حالات الألزهايمر وغيرها من حالات قولوا الخرف، هذه كلها تؤدي إلى يعني اضطراب في مناطق معينة وبالتالي يعني تؤدي إلى نشوء المرض. دكتور بس عندنا سؤال وصلنا يقول بعض الأطفال يصابون بالإغماء لثواني بسبب ارتفاع درجة حرارة الجسم، ماذا تسمى هذه الحالة ومدى خطورتها وهل تصنف ضمن حالة الصرع؟ نعم، هذه اللي إذا تكررت معايا دكتور يقولوا نعم التشنجات الحرارية هذه بتصير طبعا في أنواع برضو من التشنجات الحرارية عند الأطفال، إذا كانت عامة أو جزئية مثلا في بؤرة في الدماغ مثل الأعراض تشير إلى أنه والله صار في يعني تشنج جزئي مش كل الجسم قاعد يختبر أو شيء، هذه إذا تكررت قد يكون الطفل عرضة أكثر إنه بعدين يتطور عنده صرع مقارنة بباقي الأطفال، لكن لا يعني كل تشنج حرارة بالضرورة بده يؤدي إلى الصرع. يعني ما نريد نزيد قلق الناس من هذه. جميل. دكتور موضوع الصرع موضوع كبير، نحن نتمنى نستضيفك عندنا في الاستوديو دكتور وناخذ تفاصيل أكثر إن شاء الله في المستقبل. نحن شاكرين لك هذه المداخلة السريعة دكتور محمد ماجد الكيلاني استشاري الأعصاب وأخصائي الصرع بقسم أمراض الأعصاب في مستشفى راشد، كان معنا عبر الهاتف. دكتور ما نطلع فاصل، بعد الفاصل إن شاء الله عندنا موضوع جميل نتكلم عن خدمات الهيئة لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال، فابقوا ولا تذهبوا بعيدا. صحة وسعادة سعد الله أوقاتكم مرة أخرى مستمعين الكرام، حياكم الله معنا في برنامجكم صحة وسعادة. هذا البرنامج الذي قدمه لكم هيئة الصحة بدبي بالتعاون مع مؤسسة دبي للإعلام وعبر إذاعتكم المميزة دائما إذاعة نور دبي. طبعا نحن بنتحدث الحين عن خدمات الهيئة لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال، معانا في الاستوديو الدكتور هاني محمد حسن أخصائي أول قسم الأورام الأطفال في مستشفى دبي. صباحك الله بالخير دكتور. حياك الله أخي. نحن نجرب شوية من عند المايك دكتور في الحديث، ولكن سامحنا بس بناخذ مداخلة من بوسلطان. نعم. صباح الورد بوسلطان، تفضل. صباح الله بالخير دكتورة ندى، شحالك؟ بخير الله يسلمك. صبح عليك بالخير ونصبح على أستاذ محمود ويا مرحبا بكم سهلا والله. النور والسرور يا رب. ونصبح على ضيفكم دكتور
وكذلك نصبح على أم خليفة والأبو نوح ونقول اليوم الموعد إن شاء الله بتشوف الإمام عموما. إيش قاعد عرفت إن أبو نوح معنا؟ كيف عرفت؟ توني بقول كيف عرفت؟ أنا لأن مروا عليه ثلاث مخرجين الحين. ما شاء الله عليكم السلطان. أخاف حاط كاميرا شيء حول الاستوديو. يا أبو يوسف عندكم إنستغرام صح؟ بس أنا عندي إنستغرام خاص. يا سلام عليك. تفضل يا أبو سلطان. إنستغرام برشلوني يعني. كفو كفو تفضل بالسلطان. موعدهم الجماعة اليوم إن شاء الله. مو من مغلوبين بإذن الله. إيه كيف طبعا. تفضل بالسلطان. نمارة باي يبدأ اليوم. عموما. في طال عمرك دكتور بالنسبة لموضوع الصرع أنا عندي صراحة اثنين من الأهل. واحد لما فحصوه طبعا يصيبه تشنجات وإغماء يعني ما بغماء تشنجات. نعم. فلما راح تايلند قالوا له عندك كهرباء في الراس زياده. نعم. هذا السؤال الاول. اوكي. السؤال الثاني في عندي حاله من يوم هو صغير في الصرع اصلا. نعم. ولين اليوم استخدم الحبوب وما فكت عن الحاله لين باكر يعني. نعم. وما زال لليوم يستخدم الحبوب عمره تقريبا حول 40 سنه. نعم. حاليا يعني. نعم. النوع الثالث انه عندي ما عليه سامحوني بس عندي حد من اهل يعني عنده لما تصيب حاجتي يعني مسألة مزعجة وفاة لا قدر الله أو شيء يصيبها نفس ردة الفعل اللي صاحبها موجة الصرع هذه مؤقتة يعني فقط في الحالات اللي مثل الصعبة الشديدة يعني تكون الشديدة. نعم. هذا وسلامتكم ونتمنى التوفيق إن شاء الله لنيمار إن شاء الله. شكرا شكرا لك. يا الله طبعاً يا دكتورة الحالة الأولى اللي هو مشكلة الكهرباء الزيادة في المخ. نعم يكون في كهرباء في المخ تحتاج علاج معين بس أنا ما أعرف هل هو خذ علاج ولا ما خذ علاج. في علاج بالصدمات الكهربائية, في علاجات وايدة ترى علاج الصرع, فما أعرف أنا شو العلاج اللي راح له بالضبط. بالنسبة للثاني لمن صغره عنده صرع ونحن يأخذ دواء, نعم للأسف مريض الصرع احتمال كبير معظمهم يحتاجون يأخذون الأدوية طول حياتهم. من يوقفون الدواء حتى لما يوقفونه لازم يوقفونه بتدرج ما يوقفونه فجأة عشان ما ترجع من نوبة الصرع. لازم يراجع الطبيب. إذا الطبيبة شاف فترة معينة ممكن يعطيه يقلل جرعة الدواء, شاف إنه ما ترجع له النوبات ممكن بعدها يوقف له, بس أغلبهم لازم يكملون الدواء طول حياتهم. الحالة الثالثة. الثالثة طبعًا الحالة النفسية تلعب دور وايد كبير. في ناس يوم صرع, في ناس يسوي لهم أعراض أخرى, ولكن لازم يشوف الطبيب أعصاب ويكشف إنه ما في مشكلة ثانية تكبر بوجود الحالة النفسية هاي. لازم نشوف طبيب أعصاب. شكرا لك دكتورة ندى. نعود إلى الحديث عن الخدمات اللي تقدمها الهيئة لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال. دكتور هاني محمد حسين صبحك الله بخير. سامحنا نحن دائما شو نقول البرنامج هو للجمهور. يعني طالما نحن قادرين نعطيهم المعلومة الجيدة فبيكون شيء جيد بالنسبة لنا أن نحن نكون معاهم من خلال هذا البرنامج. دكتور شو هي الخدمات اللي توفرونها في مستشفى بي لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال؟ طيب بسم الله الرحمن الرحيم. أولا شكرا على الاستضافة. يمكن قبل ما أروح على الخدمات اللي تقدم في مستشفى دبي أحب أعطي دكتور ندى معانا نبذة ربما عن إحصائية عالمية. هو نسبة الإصابة بأمراض الدم أو السرطانات عند الأطفال أقل من 15 سنة عالميا حوالي 160 حالة لكل مليون طفل. نعم. ولا شيء. إيه لكن النسبة طبعا في تطور. نعم. يعني كل سنة عن الثانية تزيد النسبة من حوالي 0.4 أو 4 من 10 ل 6 من 10 في المئة. لكن الشيء السار أو يعني الإيجابي خلنا نقول إنه في بعض الأمراض مثل اللوكيميا اللي هي الأكثر شيوعا بيضاض الدم اللي يسمونها. نعم. اللي حوالي 32% من حالات الأورام عند الأطفال هي بيضاض الدم أو اللوكيميا. مع الزيادة اللي السنوية في نسبة الإصابة اللي حوالي 0.6 أو 6% نسبة الشفاء ترتفع سنويا بحوالي 3.5 من 10. فهذا معناه أنه الحمد لله أنه كثير من الأدوية وكثير من العلاجات المتوفرة حاليا عالميا لها نسبة استجابة جيدة طيبة يعني الحمد لله. عموما احنا في مستشفى دبي قسم أمراض الدم والأورام تأسس سنة 1990 تقريبا, وكان يضم أو يعالج الأطفال والكبار أيضا في نفس الوقت. لكن في 2000 تم انفصال
قسم الأطفال قسم منفصل لعلاج الأطفال المصابين بأمراض الدم والأورام. عموما أورام الدم أو أمراض الدم عند الأطفال نقسمها عموما لقسمين. نعم. نقول أمراض دم حميدة. نعم. مثل أنيميا مثلا. نعم. ثلاسيميا، نقص أحيانا في كريات الدم الحمراء أو البيضاء أو الصفائح الدموية. نعم. أمراض نسفية. نعم. معينة، هذه حميدة نوعا. نعم. ما ثم أمراض الدم غير الحميدة نقصد فيها غالبا اللوكيميا أو بيضات الدم. نعم. إحنا عندنا في مستشفى دبي الحمد لله الخدمات يعني عندنا حوالي 18 سرير. عدد المرضى اللي تمشى تشخيصهم يعني سنويا حوالي من 60 إلى 70 حالة في السنة. نعم. يتلقون العلاج والخدمات التشخيصية وفق أعلى المعايير العالمية. شو العلاجات المتوفرة لأمراض السرطان عند الأطفال دكتور في القسم؟ طيب احنا في القسم بداية احنا رحلة العلاج تبدأ كالتالي. نعم. يأتي الطفل بأعراض مثلا تدل على انه الطفل مصاب بورم معين. مثلا بنزف، بحرارة، بورم يكتشف. نعم. الأطفال اللي يصابوا بأورام في الدماغ يأتوا بتشنجات، حتى علاقة بالموضوع اللي كنا. نعم. نتكلم فيه قبل شوية. بعضهم يأتي بصعوبة في الحركة ربما. عدم توازن في الحركة. كل هذه الأعراض لما يأتي بها الطفل للمستشفى نقوم بعمليات التشخيص كلها من البداية. لدينا قسم معامل على وفق أعلى الأشياء المتطورة عالميا، هيستوباثولوجي وخلافه. لدينا أيضا قسم للأشعة. نعم. فيه كل الأجهزة المتطورة على أعلى الوفق أعلى المراتب العالمية. ممكن. الحمد لله. فيتم تشخيص الطفل بعد ذلك. دائما معظم الأورام عند الأطفال علاجها عبارة عن ثلاث أشياء. نعم. إسهال جراحي بداية. ثم العلاج الكيماوي وبعض. نعم. بعض الأورام تحتاج أيضا علاج بالإشعاع. جميل. نحن دائما نقول الوقاية خير من العلاج دكتور. فأنتوا عندكم تقومون بحملات توعوية توجهونها للمجتمع من خلال القسم عندكم. نبغي نعرف هذه الحملات هي عبارة عن شو وعلى شو تركزون بالضبط دكتور؟ كيف ممكن نقي أنفسنا وعيالنا من هذه الأمراض الخبيثة؟ نقطة جميلة صراحة. يعني إحنا بداية معلوم مثل ما تفضلت الوقاية خير من العلاج. ربما في هذه الأيام أيضا ذكرى الاحتفال العالمي بأمراض السرطان لدى الأطفال. نعم. وعندنا فعالية كبيرة بكرة إن شاء الله في مستشفى دبي. إحنا عموما في هذه الفعاليات نركز على ناحيتين. نعم. المجال التثقيفي بالنسبة للناس، تثقيف المجتمع. عن طريق إعطاء رسائل إيجابية، عن طريق ما هي الأشياء الإيجابية اللي اتباع أسلوب حياة صحي. كنت تتكلمون مع طالبات المدرسة قبل شوية عن مسألة الأكل الفاست فود وخلاف أيضا المسببات. نعم. بالمناسبة أيضا شيء آخر له علاقة بالإصابة ربما ببعض الأورام وفي نفس الوقت بالتشنجات اللي كنا نتحدث عنها. وهي الجلوس مطول أمام الشاشات. صح. سواء شاشات التلفزة أو حتى الموبايلات والآيباد والأشياء هذه. صح. هذه تفرز أو إشاعات إلى الآن ما في دراسة محددة كاملة أو بصورة مثلا خلنا نقول واقعية وعلمية. صحيح. تحدد إن لكن في لها أثار إيجاب أثار سلبية حقيقة. صحيح. دكتور في أسئلة دائما تتكرر عندنا في العيادة، هل هناك ارتباط جيني لأمراض السرطانات عند الأطفال والأمراض الدم عند الأطفال؟ طبعا أكيد بالضرورة. يعني إحنا من الأشياء اللي نعملها مثلا الأطفال المصابين ببيضاض الدم على سبيل المثال. نعم. لما نأخذ خزعة من نخاع العظم من الأشياء المهمة جدا اللي نبعثها على مستشفى لطيفة عندنا قسم كامل لدراسة الجينات لدى الأطفال. نحدد بالضبط ما هو الجين اللي فيه المشكلة. لأنه تحتاج بعد ذلك تتكلم مع الأب والأم. عندهم أطفال ثانيين ربما يحتاجوا أنه يعني تكتشف نفس الجين يكون ممكن عندهم. صحيح. صحيح.
صحيح. وبعض العوائل يعني يأتي مثلا الطفل بورم لما تسألي تاخذ الهيستي مثلا أو التاريخ المرضي تجد أكثر من شخص في نفس العائلة مصاب بأورام سابقة. فالعامل الجيني عامل مهم. إحنا غالبا معظم أمراض الدم والأورام عند الأطفال عموما وحتى عند الكبار نقسم الأسباب. الأسباب حاليا يعني ما في أسباب واضحة كل يعني، لكن عموما هناك العامل البيئي نسميه عامل البيئي، مسألة الإصابة بفيروسات معينة، بكتيريا معينة، مثل ما قلنا الأكل، التعرض للإشعاع، التعرض لأدوية معينة، كيماويات معينة، هذا عامل بيئي. والعامل الثاني المهم هو العامل الجيني، هو عامل مهم. جميل. الآن عملية العلاج دكتور، نعم، يعني أكيد تستند على يعني قاعدين نشوف نحن شفنا في القمة الحكومية يعني الذكاء الاصطناعي والابتكار في مجالات الصحة يعني مختلفة تماما. فأبغي أتكلم عن المشاريع المستقبلية اللي عندكم في مجال علاج أمراض الدم والأورام عند الأطفال، كيف راح تكون؟ طيب، هو بحمد الله عز وجل يعني احنا نسبة الاستجابة لدينا ونسبة الشفاء طبعا بحول الله عز وجل كبيرة. يعني في بعض الأمراض نسبة الشفاء قد تصل إلى 95% الحمد لله. أتذكر قبل أشهر قدمنا نبذة عن حالات أورام الكبد اللي عندنا في مستشفى دبي، قدمناها في مؤتمر في أيرلندا، فالجميع صراحة أشادوا بالأثر الإيجابي والحمد لله بطرق العلاج المتوفرة في مستشفى دبي. فالحمد لله رب العالمين. يعني لدينا العلاج الكيماوي، الأدوية الكيماوية، لدينا العوامل المساعدة الأخرى. وكمان من الأشياء اللي تقريبا في شهر نوفمبر الفائت 2017 تم افتتاح قسم للطب النووي في مستشفى دبي، والحين نسوي بيت سكان في مستشفى دبي. وخبر جميل يعني. جميل. الحين دكتور شاكري لك يعني تواجدك معنا، وشاكري لك هذه التوضيحات. في كلمة أخيرة تبغي توجهها قبل أن نختم؟ اي والله، انا يعني من الاشياء الجميله صراحه بعض المنظمات الطوعيه تجينا في المستشفى وتحاول تسوي بعض خلينا نقول الفعاليات الترفيهيه للاطفال. اشياء جميله. احنا بدايه الطفل بعد ما يشخص نعطيه دفتر او كتيب ملون بالرسومات، انه والله رحله العلاج بتكون خلال مثلا 5 شهور بهذه الطريقه. ممتاز. فنجعل الطفل عنصر في العلاج. ممتاز. يعني مو انه بس متلقي، يكون معانا ياخذ القرارات، وفي بعض القرارات نخير الطفل. تنوم اليوم ولا مثلا بعد 3-4 أيام تصير بيت وترجع، فالطفل معانا ياخذ قرار ايضا كعنصر في العلاج. الشيء الثاني، بعد انتهاء فتره العلاج اللي تكون مثلا 9 أشهر لسنه نقوم بعمليه نعمل حفله تخرج للطفل، نلبسه طاقيه وعبايه ونعطي شهاده تخرج وكذا. فهذه من الاشياء الجميله اللي نحاول نسويها. وكثير جدا من منظمات الطوعيه صراحه تجي وتقوم بكثير من الفعاليات، هم مشكورين عليها صراحة. الله يوفقكم دكتور. وهذه يعني مسألة مهمة، عملية يعني إشراك الطفل وتوعيته بطريقة العلاج. شاكرين لكم دكتور هاني محمد حسين، أخصائي أول قسم الأورام، أورام الأطفال في مستشفى دبي. تحدثنا عن الخدمات اللي تقدم الهيئة لعلاج أمراض السرطان عند الأطفال. دكتورة، في هني يعني سؤال يقول الآلام المفاجئة لأسفل الرأس من الخلف مؤشر للصرع؟ هل هي مؤشر للصرع؟ لا، ليس لها علاقة. هل الشقيقة لها ترابط بالصرع؟ ما في ترابط مباشر، لكن في بعض الناس اللي عندهم صرع ممكن يكون عندهم شقيقة، ولكن هل الشقيقة تؤدي للصرع؟ لا، مو متأكدة إذا تؤدي للصرع أو لا. عموما نحن نخصص حلقة كاملة إن شاء الله نحتاج. يعني تكلمنا مع الدكتور محمد الكيلاني، إن شاء الله نستضيفه معنا في الاستوديو، نخصص حلقة كاملة حول هذا الموضوع بحكم أن جتنا الكثير من الأسئلة في هذا المجال. نحن شاكرين لكم مستمعينا على تواصلكم، وشاكرين لكل من ساهم في إنجاح هذه الحلقة، سواء كانت عندنا في التنسيق لخت ميرا الخفلي، مشكورة يا ميرا. أيضا شكرا لضيوفنا، كان معنا عبر الهاتف دكتور محمد الكيلاني، وأيضا معنا كذلك في الاستوديو كان دكتور هاني محمد حسين ودكتورة ندى الملا. طبعا شكرا لك. شكرا جزيلا. كل عام وانت بخير بعد، وانت بالصحة والسلامة. محتفلة من جيتي للاستوديو وانت محتفلة. محتفلة ها؟ احتفل كل يوم بوجودكم. طيب، شكرا لك يا ابو نوح ايمن
سرحيل، وهذه تحياتي محدثك محمود يوسف العلي، لان عصب علي بان عندي 5 ثواني 6 ثواني 7 ثواني موجوده عندي، لكن يحاسبني على الثانيه ابو نوح صاير. عموما شاكرين لكم متابعتكم، ان شاء الله نلقاكم غدا مع تفاصيل جديده. هذه تحياتي محدثكم محمود يوسف العلي، وحتى ذلك الموعد نقول لكم دمتم بصحه وسعاده. صحة وسعادة بالتعاون مع هيئة الصحة بدبي.